عندما كانت جيوش الخلافة منشغلة بقتال بابك الخرمي، فقام تيوفيل ملك الروم بالإغارة على مدينة زبطرة وملطية من ثغور الشام، فقاتل وسبى ونهب، وأسرت امرأة هاشمية مسلمة فاستغاثت بخليفة المسلمين وصرخت ومعتصمة. ولما بلغه الأمر قال لبيك، ونادى بالنفير العام وقاد الحملة بنفسه، فملك أنقرة ثم حاصر عمورية ودخلها ثم هدمها وأحرقها وحرر أسر المسلمين بما فيهم تلك المرأة. وقد خلد الموقعة الشاعر أبو تمام الطائي بقصيدته الشهيرة: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلبي.